السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على غزة، ونناقش اليوم استمرار ارتفاع وتيرة غارات الاحتلال على القطاع والاقتحامات في الضفة الغربية والصمود الأسطوري للمقاومة الفلسطينية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكيان الاحتلال الصهيوني. سيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي. حياكم الله أستاذ علي. الله يحييكم. حياكم الله. بداية أستاذ علي، يعني بعد 95 يوما على هذا العدوان الصهيوني على قطاع غزة، برأيك ما الذي حققه الكيان المحتل سياسيا؟ 95 يوما من العدوان، ألقيت على غزة آلاف الأطنان من القنابل والمتفجرات، تم تدمير البنية التحتية فيها، خسائر بلغت 30,000 شهيدا من المدنيين وأضعاف ذلك من الجرحى والمعاقين، مأساة إنسانية كبرى في داخل قطاع غزة. هذا هو ما حققه العدوان الإسرائيلي في داخل غزة. أما من ناحية العسكرية فهو ينتقل من فشل إلى فشل بسبب الصمود الأسطوري لهذه المقاومة الباسلة، وأما من الناحية السياسية فهو يعاني من عزلة كبرى على مستوى العالم. لم يبقى له من حليف سوى الحليف الأمريكي، هذا الحليف الأمريكي الذي تحول من دعم إسرائيل إلى الشراكة في قتل شعبنا وأهلنا في داخل غزة، وأصبح حتى الموقف الأمريكي موقفا حرجا على المستوى العالمي والمستوى الإعلامي والمستوى السياسي. ولذلك الكلام في الإعلام يدور حول خلافات أو حول ضغوطات أمريكية على الجانب الإسرائيلي، يفاخر الإسرائيليون وعلى رأسهم نتنياهو بأنهم لا يستجيبون للضغوط الأمريكية، بل ربما يكون هذا أحد أهم بنود حملة نتنياهو الانتخابية إن نجح في البقاء على قيد الحياة السياسية للمرحلة القادمة. فهو يعني يفاخر بأنه يعني يتحمل الضغوط الأمريكية ولا يستجيب لها فيما يتعلق بتقليص إطلاق النار أو تخفيف معاناة المدنيين. الجانب الإسرائيلي أتوقع أنه من الناحية السياسية ينتقل من ضعف إلى ضعف ومن فشل إلى فشل، والمحك الأساسي في ذلك هو صمود المقاومة وصمود شعبنا الأسطوري في داخل غزة. نعم أستاذ علي، يعني هل بالفعل زيارة بلينكن إلى كيان الاحتلال هل هدفها بالفعل الضغط على هذا الكيان أم دعمه؟ هذه هي الزيارة الخامسة لبلينكن منذ أن بدأ العدوان منذ 7 من أكتوبر. يأتي إلى المنطقة 5 مرات، وفي كل مرة يتناول بعض القصص والحواديت مع الرؤساء العرب دون محاولة جدية في الحقيقة. أكيد الصورة الأمريكية الآن صورة أمام الإعلام العالمي وأمام السياسة الدولية موقف ليس جيدا، موقفا محرجا، لكن بلينكن لا يتكلم سوى يعني له تصريحات غريبة، يعني عندما يقول بأن عدد القتلى من المدنيين في غزة أكثر مما ينبغي، يعني هذا حقيقة يعني تصريح مثير للسخرية عندما يتكلم عن نعم يعني اقتلوا لكن لا تقتلوا بهذا الشكل حقيقة، يعني هذه شيء هزلي وليس بالجد. عندما يتحدث عن تخفيف معاناة المدنيين يتكلم عن تقليص إطلاق النار، كلام هنا وهنا، وفي الحقيقة يعني اللوم يوجه بالمقام الأول للدول العربية والحكومة العربية التي يلتقي معها بلينكن، والتي لا نقول أن لها موقفها خاضع بشكل كبير، هناك طبعا الدول قالت لا لأكثر من موقف، خاصة ما يتعلق بخطته للتهجير أو لإدانة حماس بالإرهاب أو لإقامة تحالف دولي إسرائيلي عربي ضد حماس، وجه بالرفض من قبل الدول العربية، لكن المواقف العربية كانت حقيقة ضعيفة في أن يقول الكلمة السحرية. لماذا لا يقول بلينكن بشكل واضح وصريح بأنه يجب على إسرائيل وقف إطلاق النار؟ ما الذي يمنع من ذلك؟ يعني هذا هو الطلب، هذا الذي نريده، هذا هو الطلب العالمي جميع دول العالم. برأيك أستاذ علي، يعني ما هو الهدف الأساسي لهذه الزيارات الخمس؟ لربما في البداية كانت زيارات دعم، ولكن الآن ما هو الهدف الأساسي لهذه الزيارات لبلينكن؟ وكما ذكرت هي الزيارة الخامسة، ربما هل تمييع الموضوع أم شراء الوقت أم ماذا بالضبط؟
الموقف الأمريكي سواء في الزيارة الحالية أو الزيارة السابقة كان بلينكين يتحدث عن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار أو ما بعد العدوان، وفي زيارته الرابعة وجه برد من قبل وزراء الخارجية العرب بأن هذا الكلام سابق لأوانه، المطلوب الآن وقف إطلاق النار. حاليا وهو في هذه الزيارة الخامسة ما زال يكرر ويعيد نفس الكلام ويتكلم عن ما بعد إطلاق النار، محاولات تأسيس قوة عربية مشتركة أو قوة عربية إسلامية مشتركة أو سلطة فلسطينية تضبط الأمور في داخل غزة. كل ما يدور أو يتكلم به هو عن مرحلة ما بعد إنهاء الحرب أو ما بعد فرض سيطرتهم هم كجانب إسرائيلي على غزة، وهذا ما لم يتحقق في الحقيقة. يعني لا يوجد رؤية واضحة نستطيع أن نجيب عليها، حتى لو بلينكين نفسه سئل ما الذي تريده لا يوجد رؤية واضحة في الحقيقة، كله كلام هنا وهناك وفي كل مرة أجندة مختلفة. ما الذي يريده الجانب الأمريكي بشكل واضح كرؤية واضحة؟ هم يتكلمون عن تقليص كثافة النيران وعن أنه هناك ضغوط على الجانب الإسرائيلي بحيث أن الأمر تجاوز حده وأصبح هناك معاناة إنسانية كبرى في داخل غزة، والمطلوب الآن من الجانب الإسرائيلي الانتقال إلى المرحلة الثالثة والتي يتحدث عنها العسكريون والسياسيون في داخل الكيان الإسرائيلي ويتحدث عنها الأمريكان. والمرحلة الثالثة في سماتها هو انسحاب القوات الإسرائيلية أو الجيش الإسرائيلي من المدينة والإبقاء على التخوم ثم ممارسة العملية الجراحية كما يسمونها، أي بمعنى يعني استهداف ما يعتقدون أنه نقطة خطر. ولكن حتى هذه المرحلة الثالثة هناك عليها خلاف في داخل الجانب الإسرائيلي بين الحكومة التي ترفض هذا الأمر والجيش الإسرائيلي الذي يدفع. في الحقيقة الوضع الإسرائيلي والأمريكي مرتبك جدا بحيث غير مفهوم. إذا كان الجانب الأمريكي يريد وقفا لإطلاق النار فليتحدث بلينكين بشكل واضح أن نحن نريد وقف إطلاق النار ثم الانتقال إلى مرحلة ما بعد طيب. الحرب إذا كنا نريد تضييع الوقت نعم أستاذ علي، يعني إذا أردنا هنا التحدث عن الجانب الأمريكي طبعا لا يخفى عن أحد القوى السياسية لربما والعسكرية للولايات المتحدة، ولكن بما يخص جانب كيان الاحتلال ما هي أوراق الضغط التي تمتلكها الولايات المتحدة إذا ما يعني كان هناك نية بالفعل للضغط لإيقاف إطلاق النار؟ هل تملك أوراق قوة لفرض ذلك؟ الولايات المتحدة عمليا هي شريك في هذه المعركة، شريك في هذه الدماء، شريك في هذا القتال. مجلس الحرب شكله بايدن وحضره بلينكين، ماذا يوجد أكثر من هذه؟ في المجتمع الإسرائيلي نفسه يتحدث أنه ما هذه الدولة التي نتخيل وضع هذا الكيان الإسرائيلي لو ما كانت الولايات المتحدة موجودة، إذا كانوا ما استطاعوا أن يصمدوا أمام بضعة من المئات من الجنود، فكيف الحال إذا كان وجهه بدولة إقليمية قوية؟ الولايات المتحدة لها أوراق قوة كثيرة جدا وهي التي فرضت مجلس الحرب في مواجهة الحكومة المتطرفين، ولكن الولايات المتحدة أيضا تستشعر الخطر الوجودي الذي يهدد هذا الكيان الإسرائيلي من قبل حفنة من البشر اللي هم حماس. فالولايات المتحدة لا تريد أن تخسر هذا الموقع ولها مصلحة في ترتيب، كان عندها حلم، يعني خطة الولايات المتحدة التي كانت تحلم بها وتنظر لها هو قيام شرق أوسط جديد تكون لإسرائيل دولة طبيعية فيه وتشكل هي القوة المهيمنة على المنطقة بحيث يتم ضبط الأمن والأمان في هذه المنطقة عبر إسرائيل وعبر تحالفات مع المنطقة، ثم تتفرغ الولايات المتحدة لخصومها الاستراتيجيين في الصين وروسيا. لذلك هناك مصلحة وتخادم مشترك بإسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة هي أمر مهم. وعندما تعرضت لهجوم في 7 أكتوبر، وهذا الهجوم كان هجوما محدودا في الحقيقة لكن هم حولوه إلى هجوم وجودي أو تهديد وجودي، جعلهم يعني يتنادون لحماية هذا الكيان. الولايات المتحدة شريك أساسي الآن في هذا القتال، والعلاقة الإسرائيلية الأمريكية ليست علاقة بين دولتين أو تحالف بين دولتين، هي علاقة يعني اندماجية بين يعني في لها أبعاد فكرية وإيديولوجية واستراتيجية كبرى. وبالتالي لو أرادت الولايات المتحدة أن تمارس ضغطا حقيقيا لا استطاعت إيقاف إطلاق النار بشكل رئيسي. نعم.
طيب أتوجه بالسؤال هنا لضيفي الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول، الباحث في مركز أبعاد للدراسات الأستاذ إياد جبر. حياكم الله أستاذ إياد. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا بك أستاذ إياد. بداية، ما هي قراءتك لزيارة بلينكن الخامسة لكيان الاحتلال في اليوم 95 من هذا العدوان؟ نعم أخي الكريم، أعتقد الزيارة تأتي في إطار إدارة الأزمة التي تحاول الإدارة الأمريكية أن تديرها وليس وقف الحرب كما يعتقد البعض، خاصة وأن الإدارة الأمريكية تتجه دخلت في عام الانتخابات، بدأ عام الانتخابات منذ أيام قليلة، إضافة إلى أن هنالك إشكالية تكمن في محاولة نتنياهو توسيع الحرب إقليميا، وهذا على غير رضا الإدارة الأمريكية، خاصة وإذا كانت إدارة بايدن قد اتجهت مؤخرا إلى أو ظهر إلى السطح بعض الخلافات غير المؤثرة على العدوان على قطاع غزة، ولكنها تبقى في إطار الخلافات، وهذه الخلافات طبيعية أن تظهر سواء داخل الكيان أو بطبيعة العلاقة المتوترة أصلا بين نتنياهو وبايدن وإدارة بايدن، خاصة أن كما تعلمون أن نتنياهو هو رئيس الوزراء الوحيد في تاريخ الكيان الصهيوني الذي لم يزر الولايات المتحدة منذ تنصيبه في حكومته الأخيرة. فهنا الإدارة الأمريكية تحاول أن تدير الأزمة، ومن خلال معرفتنا وخبرتنا في حالة الاشتباك المستمرة بين المقاومة وقطاع غزة والجولات السابقة، تقول أن الإدارة الأمريكية دائما هي من تسعى بشكل كما قال ضيفك الكريم، هي الإدارة الأمريكية تتبنى دائما وجهة النظر أو الموقف الإسرائيلي، وتقول دائما أنها تسعى للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني بشكل أو آخر وتدعمها وتوفر لها، وهو ما شاهدناه في 7 أكتوبر حينما وفرت لها الغطاء السياسي الكامل، إضافة إلى امدادها غير اللامحدود العسكري، فضلا عن الضغط على كافة الدول الإقليم وترك الكيان الصهيوني يفعل ما يشاء ويقصف ويمارس الإبادة الجماعية على مدار الساعة في قطاع غزة. فالإدارة الأمريكية دائما تدعم إسرائيل كخطوة أولى بشكل معلن وواضح كما شاهدنا في 7 أكتوبر، ثم تأتي الخطوة الثانية وهي خطوة النصائح أو توجيه النصائح. أنا أعتقد أن بلينكن في اللحظة الراهنة هو يوجه النصائح ولا يريد إنهاء الحرب، هذه الخطوة الثالثة، وهي طلب من إسرائيل بشكل رسمي أن تنهي الحرب بأي طريقة أو بأي شكل من أشكال. هذه الخطوة لم تأتي حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث في المرحلة الثانية، مرحلة النصائح. يحاول بلينكن بشكل أو بآخر أن يدير الأزمة مع الكيان الصهيوني، خاصة وأنه يعلم تماما أن الكيان الصهيوني يعاني من إشكاليات داخلية، سواء في العلاقة بين رئيس الحكومة نتنياهو أو مجلس الحرب أو بيني جانس على وجه الخصوص، فضلا عن الصراع الواضح بين الجيش الذي لم يستطع بعد أكثر من 3 أشهر أن يحقق أي إنجاز في قطاع غزة على حساب المقاومة، والتيار اليمين الكيان، خاصة وأن التيار اليمين الصهيوني يحاول أو اليمين الديني يحاول الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، يحاول بقدر الإمكان أن يعيد مشروع الاستيطان كما كان قبل 7 أكتوبر، وتعلمون أن 7 أكتوبر تسببت في ضرب هذا المشروع بشكل كبير وغير مسبوق، وبالتالي دولة الكيان أساسا قائمة على هذا المشروع، وهو المشروع الاستيطاني الذي يحتمي بالأمن أو يقوم على الأمن بالدرجة الأولى. هنا بلينكن والإدارة الأمريكية لا يريدون يعني لديهم رفض قاطع فيما يتعلق بتهديد الكيان أمنيا، ويحاولون لكنهم في نفس الوقت لا يريدون إنهاء الحرب، لأنهم يعلمون أن نهاية الحرب بهذا الشكل سوف يتسبب في إظهار الكيان الصهيوني بحالة ضعف سواء في العلاقة مع الفلسطينيين أو في العلاقة مع الأطراف الإقليمية. لذلك نلاحظ أن الزيارة بدأت ربما من إسطنبول، أعتقد أنه كان الهدف من ذلك هو ضغط البحث عن مزيد من الأطراف الإقليمية لإيجاد صيغة تخرج المقاومة وحماس من الحل السياسي مستقبلا، إضافة إلى أنه يحاول قدر الإمكان أن يذهب إلى لبنان. طيب. وما هذا يدفع أو يجعلنا نستذكر أو نراقب تلك التصريحات ونستعيد التصريحات
المصلحات. طيب سنعود إليك، عذرا للمقاطعة، سنعود إليك أستاذ إياد، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم. حياكم الله إذن مشاهدينا، أهلا بعودتكم لهذه التغطية لليوم 95 للعدوان على قطاع غزة. أنتقل بسؤال إليك أستاذ معالي، يعني إلى أي مدى تبدو الولايات المتحدة ملتزمة بالفعل بحماية أمن الكيان الإسرائيلي مع محاولات نتنياهو توسيع نطاق هذه الحرب؟ الولايات المتحدة ملتزمة إلى أبعد مدى فيما يتعلق بحفظ أمن هذا الكيان الإسرائيلي، ولكن الولايات المتحدة حريصة على عدم توسعة الحرب، وهذا ما تحدث فيه بلينكن، لأن عندما في جولته الأخيرة التي يعني الجولة الخامسة هذه تحدث بأن أولى الأولويات هو منع توسعة الحرب، هذه أولوياته. بينما يسعى نتنياهو جاهدا لإدخال الولايات المتحدة في هذه المعركة وتحويلها إلى معركة إقليمية، في الحقيقة يعني النظر الموضوعي والنظر الحقيقي يقول بأن من الطرف الذي يسعى إلى توسيعة الحرب؟ من الطرف الذي يفعل ذلك؟ من الذي انتهك سيادة لبنان باغتيال الشهيد صالح، شيخ صالح العروي رحمه الله؟ من الذي انتهك السيادة السورية؟ من انتهك السياسة العراقية؟ من الذي يهجم ويهدد ويتكلم؟ احنا رأينا عندما حدثت الهدنة الإنسانية مدة 9 أيام أو 10 أيام، هدأت كل الجبهات. الطرف الإسرائيلي هو المعتدي وهو المعني بتوسيعة نطاق الحرب. نحن استمعنا إلى خطابات متعددة من أطراف متعددة، من الحوثيين، من حزب الله، من هنا، الجميع يتحدث عن عدم الرغبة في توسعة الحرب. الجانب الذي المعني بذلك والذي يتحدث بذلك والذي يسعى بذلك ويحاول استفزاز كل الأطراف وجرهم إلى هذه المعركة هو الطرف الإسرائيلي. فإذا كانوا الأمريكان جادين في ذلك فعليهم أن يضبطوا حليفهم الأساسي وهو الإسرائيلي، لا أن يستمروا في الحديث وفي الحوارات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. الجانب الإسرائيلي هو الذي يسعى، ولا يزال هناك احتمال توسيعة الحرب قائمة، لأن الأوضاع متوترة، وعندما يكون البنزين بجوار النار أنت لا تعرف متى تشتعل. هناك ضبط نفس كبير جدا في أكثر من واقع، ولكن توسيعة الحرب احتمال قائم، والجانب المعني والجانب الملام على ذلك هو حكومة نتنياهو التي تريد أن تخرج من المأزق الذي غرقت فيه في غزة عبر إدخال أطراف أخرى وعبر إدخال الجانب الأمريكي في المعركة. طيب أستاذ إياد، يعني برأيك إمساك الولايات المتحدة لدفة هذا العدوان وتوجيه كما ذكرت توجيه النصائح من بلينكن لحكومة نتنياهو، إلى أي مدى يتوافق مع رؤية نتنياهو ومحاولاته توسيع نطاق هذه الحرب؟ هل بالتوافق مع الولايات المتحدة أم بالاختلاف معها لربما؟ نعم أخي، هو الفكرة أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن توسع هذه الحرب لأسباب مختلفة. تحدث فيها بلينكن منذ خلال زيارته إلى قطر وقال أنه يسعى لعدم توسيع الحرب وأنه يسعى للحفاظ على الممرات المائية والمصالح المختلفة لدول المنطقة. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية أمام عدة إشكاليات، إشكالية توسيع الحرب، إشكالية الوقت المتعلق باستمرار الحرب إلى ما لا نهاية أو إلى فترة طويلة، بالإضافة إلى إشكالية معاكسة لهاتين الإشكاليتين تتعلق بطبيعة التحالف التي تجاوز مستوى التحالف الاستراتيجي في علاقتها مع الكيان الصهيوني. في الداخل الصهيوني هنالك خلافات تتصاعد بشكل كامل وبشكل يومي وبشكل واضح، وصلت إلى حد إلى مستوى الضرب، أو كادت بعض الشخصيات السياسية أن تتعدى على بعضها البعض بالضرب بالأيدي. لاحظنا خلال الجولات الأخيرة أو خلال اللقاءات الحكومية والاجتماعات الحكومية الأخيرة صراعات واضحة سواء بين نتنياهو وكان على وجه الخصوص، وهنا كان يقدم نفسه كرجل متحدة داخل النظام داخل الكيان، على عكس نتنياهو الذي يلبي كل مطالب اليمين الديني في الكيان. لذلك هذا ما تسبب في تأجيج الصراع.
أو طيب اللغة عفوا عفوا تتكلم عليه. نعم عفوا أستاذ إياد، يعني نعم بعيدا عن تصريحات بايدن، ما الذي فعله فعليا أو ما الذي حاول تطبيقه فعليا لكبح جماح نتنياهو ولعدم توسعة نطاق هذا الحرب؟ يعني نشاهد كما ذكر ضيفي علي البغدادي استهداف الشيخ صالح العروري رحمه الله في الضاحية الجنوبية من بيروت وعدة استهدافات أخرى، هذا يدل ربما على النية لتوسيع نطاق الحرب بعكس ما ذكره بلينكن. أخي الكريم، النية من طرف نتنياهو لتوسيع الحرب هذا أمر يعني واضح، هذا لا وليس بالضرورة أن يتوافق مع الموقف الأمريكي. نتنياهو يواجه عدة إشكاليات في العلاقة مع الإدارة الأمريكية، مع إدارة بايدن. هذه الإشكاليات تكمن بالدرجة الأولى بالعلاقة بين أطراف في مجلس الحرب والإدارة الأمريكية، وهي متمثلة في غانتس، بالإضافة إلى وجود نوع من الدولة العميقة بدأت تظهر خلال الأسابيع الأخيرة. وشاهدنا نير بركات، وشاهدنا رئيس لجنة الأمن داخل الكنيست المنتمي إلى حزب الليكود، وشخصيات أخرى منتمية لحزب الليكود بدأت تعارض نتنياهو. وهؤلاء قيل أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلالهم إلى إسقاط نتنياهو من داخل الحزب. هكذا تضغط، بالإضافة إلى أن هنالك حالة إجماع داخل الكيان الصهيوني بدأت منذ 7 أكتوبر على استمرار الحرب والهجوم على قطاع غزة، لكن هذا الإجماع بدأ يتراجع مؤخرا خلال الأسبوع الأخير. لماذا؟ لأن ثبات المقاومة في قطاع غزة وثبات القدرة واستمرار فكرة أو مخططات عدم التأثير في استمرار الفشل، هذا تسبب في أنه بدأت أصوات فردتها داخل الكيان الصهيوني لا تطالب بإنهاء الحرب بقدر ما تطالب بعقد صفقات سياسية أو إنسانية مع المقاومة. لذلك هذا لاحظناه مؤخرا او قبل ساعات من زيارات مختلفه، سواء الى القاهره او الى اطراف عربيه اخرى قامت بها بعض الشخصيات المنتميه الى الكيان الصهيوني او الى الاجهزه الامنيه الصهيونيه. بلينكين ايضا يحاول من خلال ذلك ان يخفف من حاله الحرج القائمه او الخلاف القائم بين اداره بايدن ونتنياهو من خلال الضغط على نتنياهو بهذه الامور كلها، خاصة أن الإدارة الأمريكية ليست معنية بالتوسيع الحرب، ونتنياهو هنا يحاول أن يخلط الأوراق. لماذا؟ لأن الإدارة الأمريكية سحبت حاملة الطائرات أو تحدثت بذلك الموجودة في المتوسط، وشاهدنا أيضا خلاف على موضوع مد إسرائيل والكيان الصهيوني بالطائرات الأباتشي، وكان هناك انتقاد من جلن وزير الدفاع الصهيوني إلى وزارة الدفاع الأمريكية، وقال البنتاغون وقال أن هناك الأمريكان يحاولون أن يؤخرون هذه الصفقة، رغم أنه يعلم أن صفقات الطائرات تأخذ وقت طويل وربما تصل بعد الحرب. لكن الخلاف واضح بين الطرفين، لكن هذا الخلاف لا يعني بالضرورة أن الإدارة الأمريكية تريد إنهاء الحرب وتريد أن يخرج نتنياهو بشكل مهزوم، لأنها تعلم تماما أن خروج انتهاء الحرب على هذا النحو، على الرغم من كل ما حدث في قطاع غزة من إبادة إنسانية وإبادة جماعية لسكان القطاع ودمار هائل، إلا أن ذلك خروج الحرب بهذا الشكل هو هزيمة لنتنياهو. لماذا هنا نتنياهو؟ هذا السؤال المهم. لماذا نتنياهو يرفض الذهاب إلى المرحلة الثالثة وحاول تأكيدها خلال الأسابيع الأخيرة أو الأيام القليلة الماضية؟ لأنه يعلم أن هناك أن الوصول إلى المرحلة الثالثة في هذه الحرب معناه نوع من الهدوء النسبي داخل الكيان، خاصة وأنه خلال الأيام الأخيرة لاحظنا بدأت المعاهد والمدارس وبعض الجامعات تعمل في الداخل الصهيوني. فبالتالي الهدوء النسبي هذا يعني أن الأطراف السياسية ستعود إلى استقرارها من جديد. ربما من مكاسب نتنياهو في 7 أكتوبر أو على بناء على 7 أكتوبر هو الانتقال من مرحلة الصراع الداخلي السياسي المتعلق بالقرارات الحكومية والصراع مع المحكمة والصراع بين اليمين واليمين الديني واليمين القومي، انه حول دفة الصراع هذا الى العلاقة مع قطاع غزة والهجوم على قطاع غزة. لكن بالتالي نتنياهو يحاول ان يطيل امد الحرب من اجل استبعاد هذا الصراع، من اجل تأجيل هذا الصراع، لعل او عسى هو هكذا يفكر ان يحقق انجاز. قد يكون هذا الانجاز على حساب المقاومة في قطاع غزة أو على مستوى الإقليم، هذا الإنجاز من شأنه أن يقدم
الى الاطراف التي يعني تلوم الحكومه ليلا على مدار الساعه، خاصه وان هنالك لجنه تحقيق فتحت مؤخرا. هذه اللجنه تقوم بالتحقيق على المستويين العسكري والسياسي للاشكاليه او للاخطاء 7 اكتوبر. وهنا نتنياهو ايضا يريد ان يواجه هذه اللجنه، يريد ان يواجه 6 قضايا، 4 قضايا مرفوعه ضده في المحكمه، بالاضافه طيب الى صراعه في الانتخابات المقبله. نعم، طيب أستاذ علي، الصراع داخل الحكومة الصهيونية إلى أي مدى لربما يؤثر على إطالة أمد هذا العدوان أو وقفه؟ وهل يمكن التعويل فعلا على هذا الصراع لإيقاف الحرب يعني مرغما رغما عن الاحتلال؟ نحن نعول على المقاومة، على صمود المقاومة في المقام الأول. نحن اليوم في اليوم 95 من الحرب. حتى أمس وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت تتحدث أنه اليوم الأقصى على الجيش الإسرائيلي في داخل غزة. حتى أمس ما تزال الصواريخ تضرب في قلب تل أبيب. هذا الصمود صمود أسطوري، وهذا الذي يدفع إلى الخلافات بين الجانب الأمريكي وبين الجانب الإسرائيلي وبين أطراف الحكومة الإسرائيلية. كل هذا يعني سببه الرئيسي هو صمود المقاومة. عندما تشكك الإدارة الأمريكية في قدرة الكيان الإسرائيلي على تحقيق الأهداف التي حددها، لذلك هي تطالب بإجراءات الانتقال إلى المرحلة الثالثة التي هي أقل كثافة في النيران في جنوب القطاع وفي شماله، وتحدث عن إعادة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال والبدء في الحوار حول ما يتعلق فيما بعد الحرب وتسليم السلطة الفلسطينية أو سلطة فلسطينية أخرى، مقاليد الأمور. حتى هذه اللحظة ما يزال المقاومة صامدة، ما يزال هناك الصواريخ مطلق يعني تطلق وتضرب أحيانا في اليوم مرة ومرتين تل أبيب. لذلك معنويات الجمهور الصهيوني ضعفت، ولم تعد الرأي العام العالمي الرأي العام الداخلي في داخل الكيان العدو أصبح أكثر تقبلا لقضية التنازل عن هدف حماس الذي تحدثوا فيه في البداية، فأصبح هناك أكثر قبولا للواقع على الأرض. لا يزال الجانب المصمم على الاستمرار هو نتنياهو، خاصة إذا علمنا أن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر اجتماع بلينكن مع هيرتسوغ مطالبين بالإفراج عن الأسرى أيضا. نعم، هو كانت الظاهرة الأشد والأكبر والأعم في داخل الكيان الإسرائيلي هو مزيد من القتل ومزيد الاستمرار في القتال، لكن مؤخرا بدأ الرأي العام الداخلي يعني يصبح أقل تحمسا، فيما عدا موقف نتنياهو الذي يصر على استمرار الحرب لأسباب سياسية تتعلق ببقائه وليست لأسباب ميدانية. والحكومة الحالية، حكومة نتنياهو اللي فيها سموتريتش وفي بنكفيرت، أيضا يعني تشدد على هذا الامر لان كلها مرتبطه ببعضها. جالانت وزير الدفاع تحدث عن الانتقال الى المرحله الثالثه امام جلسه الليكود ولكن تراجع عن ذلك. وغاب غانس وايزنكوت ايضا وتجنبوا تصريحات جالانت حول موضوع المرحله الثالثه. حتى استشهاد الشيخ صالح العروبي كان يعني في يوم استشهاد اجتمع مجلس الحرب، لكن قبل ذلك على مدى اسبوعين كانوا لا يجتمعون. يعني تخيل انه بلد في حاله حرب وعلى مدى اسبوعين ما كان مجلس الحرب يجتمع بسبب الخلافات الموجوده، لان الجانب العسكري الذي تلقى الاهداف السياسيه من الجانب السياسي تتحدث حول اطلاق الاسرى وانهاء حماس، اصبحوا يقولون بان هذه الاهداف السياسيه غير ممكنه، لا يمكن ان نحقق الهدفين مع بعض، انهاء حماس واطلاق الاسرى، اما ان نطلق الاسرى وبالتالي علينا ان نتناسى هدف انهاء حماس، او ننهي حماس وبالتالي علينا ان ننسى قضيه الاسرى. كل هذه الامور تترك المجال للامريكان حتى يمارسوا النصح للجانب الاسرائيلي، والان اصبحوا يتكلمون هناك يعني باقة من الاتفاقات أو الأفكار التي سوف يناقشوه، لكن لم يتبلور حتى الآن صورة واضحة عن ما هو الشكل الذي ستخرج فيه هذه يعني الكيان الإسرائيلي من هذه الأزمة التي دخلوا فيها. هناك يعني أزمة كبرى في الداخل الإسرائيلي، أزمة نفسية عند الشعب الإسرائيلي، أزمة في الحكومة تتصاعد بين اليمين وبين الحكومة وبين الدولة العميقة، قضية قانون المعقولية وإعادته مرة ثانية ورفض المحكمة لهذا القانون. كل هذه تفاعلات في الداخل، لا نقول أننا نعول عليها لإنهاء الحرب، لكن هي عامل أساسي ومساعد.
العامل الرئيسي في قضية إنهاء الحرب هي صمود صمود المقاومة، وكل ما سوى ذلك هو فرع عنها. نعم. طيب أنتقل بالسؤال هنا لضيفتنا التي تنضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية، صحفية الفلسطينية أسماء هريش. أهلا بك معنا أستاذة أسماء. أستاذة أسماء، هل تسمعينني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك أستاذة أسماء. حبذا لو تجملي لنا ما الذي يحصل في الضفة الغربية؟ نعم، يعني نتحدث منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، لا تزال الضفة الغربية تشهد حملات تصعيد واقتحامات مستمرة من قبل قوات الاحتلال، من مدن يعني ومخيمات وقرى ممتدة من شمال الضفة الغربية حتى جنوبها. وبالتزامن مع هذه الاقتحامات ايضا تشهد الضفة الغربية تصاعد العمل المقاوم وتصدي المقاومين لهذه الاقتحامات. يعني نتحدث منذ مساء الامس حتى اليوم كان هناك اقتحامات كبيره لقوات الاحتلال لمدن الضفه الغربيه، تحديدا في شمال الضفه الغربيه لمدينه نابلس وطولكرم وقلقيه والجنين، التي تشهد يعني اقتحامات تمتد لاكثر من 8 ساعات. صباح اليوم كان هناك اقتحام لمخيمي عسكر وبلاطة شرق مدينة نابلس، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، وأيضا قام المقاومون بالتصدي لقوات الاحتلال بعد مداهمتها عدة منازل واعتلاء قناصة قوات الاحتلال على أسطح المنازل، بالإضافة إلى أنهم قاموا بمداهمة المنازل وتخريبها واعتقلوا أحد الشبان وهو الشاب أحمد بنات من مخيم عسكر. بعد تهديد والد بالقتل قام بتسليم نفسه وداهم منزله وقاموا بتخريبه. بالإضافة إلى ذلك، يعني في مدينة طولكرم التي شهدت منذ مساء أمس اقتحام استمر لأكثر من 8 ساعات، حيث اغتالت قوات الاحتلال 3 شبان من مدينة طولكرم، تحديدا في ضاحية اكتابة التي اقتحمتها قوة خاصة من جيش الاحتلال، وتم اعدام بشكل مباشر من قبل القناصة 3 شبان من طولكرم، وهم الشهيد يوسف الخولي والشهيد عاهد موسى، بالاضافة الى الشهيد طارق شاهين. وهؤلاء يعني الشبان عرفوا انهم من المقاومين، تم اطلاق النار عليهم واستهدافهم اثر اقتحام القوات الخاصه. وبعد ان قاموا بمحاصره المكان، كان هناك يعني تم ارسال تعزيزات عسكريه اضافيه من قبل جنود الاحتلال التي اشتبكت مع الشبان وقاموا باطلاق النار عليهم واعدامهم بشكل مباشر. بالاضافه الى يعني كان هناك قاموا بالتنكيل حتى بجثمان احد الشهداء، حيث احدى اليات الاحتلال قامت بدهس الجثمان، وكان هناك صعوبه بالتعرف عليه بعد ارتقائه كونه يعني تم يعني تشويه ملامح وجهه، حيث يعني تعرفت عائلته عليه بصعوبه بعد ساعات. وايضا كان هناك منع لسيارات الاسعاف من القدوم واسعاف ونقل الشبان الا بعد ان قامت بالتنكيل بجثمانهم. بالاضافه الى انه كان هناك ايضا اقتحام لمدينه قلقيليه التي بدأت على مدار الأسبوع تشهد اقتحامات يومية خلال النهار وخلال أيضا ساعات الليل، وتحديدا لبلدة عزون شرق مدينة قلقيلية، التي يحاول الاحتلال كما يدعي ويزعم أنه يلاحق مجموعة من المقاومين ويقوم يعني مداهمة منازل عائلات هؤلاء المقاومين، يقوم بتخريبها وتدمير محتوياتها، يقوم أيضا لمصادرة مركبات من أهالي المعتقل أو أهالي المطلوب، حيث نفذت حملة اعتقالات في مدينة قلقيلية وفي بلدة عزون، حيث يعني عرف من بين المعتقلين من بلدة عزون الأسير المحرر
يحيى ابو هنيه وايضا عدد من الشبان منهم معاذ بيض وهشام برهم ونهاد ابو عصب. ايضا بالاضافه الى ذلك كان هناك ايضا اقتحام لمدينه جنين وبلدانها يعبد غرب مدينه جنين، ايضا كان هناك اقتحام واسع وتنفيذ حمله اعتقالات بالاضافه الى اقتحام بلدتي الرابه جنوب جنين وايضا بلده الزلمه شمال جنين، من حيث قامت قوات الاحتلال باستهداف الشبان بالرصاص الحي وكان هناك اصابات عديده. هذا يعني فيما يتعلق بشمال الضفه الغربيه. ايضا مدينه رام الله، نتحدث من وسط الضفه الغربيه التي بدات مؤخرا تشهد اقتحامات واسعه وحملات اعتقالات ومداهمه للمنازل، بالاضافه الى انها يعني مدينه رام الله تشهد تصاعد في العمل المقاوم وتصدي المقاومين لهذه الاقتحامات واندلاع اشتباكات مسلحه أسرى هذه الاقتحامات. وكان هناك اقتحام رئيس مجلس طلبة جامعة بغداد الأسير في سجون الاحتلال عبد المجيد حسن، قامت قوات الاحتلال بمداهمة منزله واعتقال والده الأسير المحرر الشيخ أسماء. باعتقادك إلى ماذا يؤشر تصاعد، هل تسمعينني أسماء؟ باعتقادك إلى ماذا يؤشر تصاعد يعني أعمال المقاومة في الضفة الغربية؟ هل هناك شيء يمكن فهمه؟ بالإضافة إلى أن اليوم قامت قوات الاحتلال بتفجير منزل الشهيدين مراد وإبراهيم نمر، وهؤلاء الشهيدين هما من القضاء العمومية الفدائية التي كانت في مستوطنة راموت بالقدس المحتلة وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين قبل ما يقارب شهر ونصف. فقامت قوات الاحتلال اليوم بمداهمة منهم وبتفجيره. طيب شكرا جزيلا لك، أرجو أن تبقي معنا أسماء هريش. أنتقل بالسؤال هنا إلى الأستاذ إياد. أستاذ إياد، يعني برأيك وبحسب خبرتك، ما هو المطلوب الآن من المقاومة الفلسطينية بعد هذا الصمود الأسطوري حقيقة كما تحدثنا، لتحصيل ولترجمة يعني هذا الصمود وهذا الانتصار العسكري برأي كثير من المحللين والخبراء العسكريين والاستراتيجيين؟ ما هو المطلوب لترجمة هذا الانتصار لمكاسب لربما سياسية؟ أعتقد أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أبلت بلاها حسنا خلال ثلاثة أشهر الماضية، وأدارت المعركة بطريقة أجمع الكثير من المراقبين على نجاحها في ذلك، وهي ما تزال مستمرة وصامدة أمام ضربات الاحتلال المستمرة على المدنيين للأسف. إمرار الأشياء المقبلة للاحتلال يجعل هذه المواجهة أو هذا العدوان يطول للأسف الشديد، وأعتقد أن هنالك مسألتين حاسمتين يمكن من خلال إذا وصلنا إليهما نستطيع أن نقول الحرب هذه قد انتهت. المسألة الأولى هي وصول الإدارة الأمريكية إلى نتيجة مسارها أن استمرار الحرب يمكن أن يلحق أضرار للمكانة والمصالح الأمريكية والإسرائيلية أكثر من الفوائد التي تعود عليها. الأمر الثاني فقدان الإجماع الإسرائيلي على الحرب، وهذا مهم لأنه فقدان الإجماع يعني بالضرورة قدرة المقاومة على المواجهة، سواء المواجهة العسكرية أو المواجهة السياسية، وأقصد المواجهة العسكرية كما تعلمون هي المواجهة في الميدان وإلقاء المزيد، خاصة وأن المقاومة لا تواجه الاحتلال مواجهة حقيقية بقدر ما هي معركة استهداف، بمعنى إلقاء المزيد من الخسائر في الأرواح والدنيا صفوف الجيش الاحتلال، وهذا يربك الجيش ويجعل قيادته العسكرية والسياسية في إشكالية كبرى. والمواجهة السياسية تكمن في محاولة إيجاد مخرج قبل حكومة نتنياهو لكي يسوق هذا الإنجاز إلى الجبهة الداخلية، خاصة وأنه يحاول منذ أكثر من شهر أن يصل مع المقاومة إلى حل مؤقت يقوم على هدنة لأسابيع ويتخللها إطلاق سراح الأسرى، طبعا الأسرى الاحتلال أقصد مقابل الأسرى جزء من الأسرى الفلسطينيين. هذا أيضا متمسكة بالرفض، وهذا الرفض ليس رفض المقاومة الفلسطينية فقط، وإنما يعبر عن كافة المجتمع وكافة الشعب في قطاع غزة
في فلسطين عموما، وبالرغم من الازمه والكارثه الانسانيه الذي يمر بها قطاع غزه، الا ان رفض الوصول الى تهدئه اخرى تشكل تلك التهدئه الاولى، هذا امر مرفوض بالقطع داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزه على وجه الخصوص، لان نتنياهو يريد ان يسوق بذلك سياسيا داخل المجتمع الفلسطيني وعلاقته مع احد الاسرى ومع الاطراف المعارضه، وفي نفس الوقت يسعى الى بقاء جيش الاحتلال داخل قطاع غزه لاطول فتره ممكنه من اجل الوصول عملا بالوصول الى طموحاته المتعلقه بانشاء منطقه عازله او بتحرير جزء من الناس طوعا او قسرا، خاصه انه يعلم ان استمرار هذه الحرب واستمرار القصف والضربات الموجهه ضد المدن سواء وسط او جنوب قطاع غزه حاليا من شأنه أن يعمق من الأزمة الإنسانية، وهنا المقاومة عليها أن تحفظ جبهتها الداخلية بشكل كبير، وأعتقد أن المعلومات التي تأتي من هناك تقول ذلك، تقول أن هناك محاولات، وإن كانت هذه المحاولات لا ترتقي إلى مستوى الحدث، ولكن هذه المحاولات مهمة جدا، لأن الشعب الفلسطيني يمثل الحاضنة والظهير الحقيقي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، والمقاومة خلال العقدين الأخيرين حاولت أن تنشئ البيئة التي من شأنها أن تكون حاضنة لهذه المقاومة، وبالضرورة أن تحافظ عليها المقاومة. أيضا على مستوى العلاقات الإقليمية مطلوب أيضا من المقاومة أن تتحرك، خاصة وأن الإقليم يمكنه أن يلعب دور فيما يتعلق بمحاكمة الاحتلال ورفع القضايا ضد الاحتلال، أو باتخاذ مواقف من شأنها أن تمنع خطط التهجير. الإقليم له دور مؤثر، وإن كان دوره سلبي للأسف الشديد خلال الثلاثة أشهر الماضية، ولكن يمكن أن يذهب الإقليم إلى خطوات أفضل من ذلك، خاصة أنه بات مهددا. يعني إذا كانت توسيع الحرب، إذا كانت حرب ما بعد 7 أكتوبر قد أثرت بشكل كبير على قطاع غزة، فإن توسيعها سوف يكون على حساب الإقليم، وعلى الإقليم أن يدرك ذلك تماما. كل الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة تكون مضاعفة إذا استطاع نتنياهو أن يوسع الحرب سواء مع لبنان أو مع أطراف أخرى. وهنا على الإقليم أن يكون واعيا بهذه المسألة، وأن يحاول أن يعني يطوق كل ما يفكر فيه نتنياهو والخطط الحكومية أو الخطط الاستراتيجية المختلفة خلال الأسابيع الماضية. نعم. طيب أستاذ علي، يعني في ظل تماهي الولايات المتحدة وانحيازها للكيان الصهيوني وحتى اشتراكها معه في هذا العدوان الأخير بعد 7 أكتوبر على قطاع غزة، ما هو البديل عن غياب الولايات المتحدة بصفتها لربما الوسيط الذي كان في كل عملية سلام تحدث في المنطقة؟ ما هو البديل اليوم؟ لا يوجد بديل. يعني مهما تحدثنا، هناك أطراف كثر حاولوا أن يأخذوا هذا الدور، بدءا من الجانب الروسي أو الجانب الصيني أو يعني أو الجانب الأوروبي. لا يوجد دولة لها قوة سياسية، دولة كبرى لها قوة سياسية بحيث تمارس ضغوطا على جميع الأطراف. هذا الدور الوسيط غير قائم نهائيا. الجانب الأمريكي فشل في الوساطة على مدى 30 عاما، وهذا ما تحدث عنه الرئيس الروسي بوتين عندما تكلم بأنه عملية التسوية كانت تحت الإدارة الأمريكية على مدى 30 سنة، ولكنها فشلت لأنها كانت منحازة للطرف الأمريكي. الجانب الروسي سعى لذلك، سعى لممارسة أو إقامة مؤتمر دولي للسلام، ولكنه لم يملك النفوذ الكافي لتحقيق هذه الرؤية. يعني لا يملك أوراق ضغط أو أوراق ترغيب أو ترهيب على الجانب الفلسطيني أو على الجانب الإسرائيلي لدفعهم للقبول بذلك. لذلك يبقى الحكم يعني كل ما يتعلق بموضوع التسوية أو الوساطة أو كذا يبقى أمرا غائبا، والميدان هو الذي يحكم. الجانب الأمريكي الآن يتحدث عن محور عربي تركي بدأ يتشكل لإعادة إعمار غزة وإدارتها فيما بعد الحرب. هناك حديث عن موافقة كل من السعودية والأردن ومصر وقطر على قضية إعادة الإعمار والاتفاق على إدارة غزة ما بعد الحرب، ولكن يعني كل هذا الكلام يبقى كلاما هنا وهناك. من يدير غزة وصاحب القرار هو الشعب الفلسطيني،
والشعب الفلسطيني لم يقدم هذه التضحيات حتى يأتي أطراف أخرى لتقرر مصيره، هو ناضج وقادر على تحقيق المصير. وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر. كنت ضيفي عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني علي بغدادي، وكما أشكر ضيفي عبر الهاتف من الصنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات إياد جبر، وأشكر أيضا ضيفتنا التي انضمت إلينا من الضفة الغربية عبر الهاتف الصحفية الفلسطينية أسماء هريش، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. لكم منا كل التحية، دمتم بخير، إلى اللقاء.